ان يحيى خالد نجم منتخب مصر، يعني يمكن فوزين على الكاميرون والمغرب اعتقد المباراه كانت سهله نسبيا ليكو. شفت الدور الاول ازاي؟ والله الشوط الاول طبعا فرقه المغرب خسرت كتير جدا على قبل كده، وده اللي بيحصل في كل افريقيا. فرقه كلها بقت تتطور. البدايه ما كانتش اقوى حاجه مننا، كان عندنا غلطات، بس طبعا على المدى البعيد وعلى 60 دقيقه قدرنا ان احنا نثبت مستوانا فين في الماتش. ما كانش متوقع ان انتوا تواجهوا الجزائر في ربع النهائي، كان متوقع اكتر ان انتوا تقابلوا غينيا، لكن هي فجرت مفاجاه وقدرت تفوز على الجزائر. فيعني التحول ده وان انتوا دلوقتي هتلعبوا الجزائر في ربع النهائي ده، يعني شايف الماتش ازاي؟ والله احنا بالنسبه لنا احنا شايفين الطريق لحد الاخر، فاي حد هيجي هنديله كل تقديره وكل احترامه. فرقه الجزائر فرقه محترمه جدا وعندها عناصر لعب تحت ضغط وبتلعب فرقه كبيره، ف يعني هيبقى ماتش صعب وهيبقى ماتش قوي، ان شاء الله ان احنا نذاكر كويس ونبقى قد المسؤوليه ونعدي الماتش ده كمان. حرمتوا من الجماهير في كاس العالم بسبب الكورونا، لكن دلوقتي تلعبوا وسط جماهيركم، تحب تقول ايه للجماهير علشان تيجي تشجعكم في الماتشات اللي جايه؟ والله بتمنى، يعني مبسوط من الناس اللي جت النهارده وبشكرهم، والناس اللي جت في الماتش الكاميرون، بس طبعا اتمنى ان احنا دخلنا في النهائيات وان الصاله تكون على قد ما نقدر نكون مالينها من الناس، عشان ما نجيلناش الفرص دي كتير، وهي دي حلاوه الرياضه اللي انت تلعب وسط ناسك وتسمع الجمهور وهو بيشجع. غير كده لما الصاله تبقى فاضيه الرياضه ما تبقاش حلوه. يعني يسوون اخطاء 10 دقائق موني تايم على الفريق الغيني، كل اشتغلنا على المباراه الامس، كل الحين عوضنا الاخطاء هذه وساعدنا بالمباراه يوم الفوز. كل ما يخفيكمش احنا عندنا 4-5 لاعبين مصابين اساسيين، كل اهم شيء الحمد لله اليوم فزنا. حتى اليوم كانت 50% معناتها جابون 50% الجزائر، مباراه احتكاك وكل، وكانت صعبه امام الشوط الاول، كنا قادرين نكسر المباراه حتى 10-15 جول. استرجعوا لنا في الموضوع بعد 6 اهداف رجعوا هما، وبعد كنا في الموني تايم وكانت تنجم تونس صعبه المباراه، هما ضيعوا كره ونحن الحارس ما نتالق على كورتين، واحنا صعدنا وفزنا 3 جول الحمد لله، فزنا المباراه. الحين راح غدوه، بعد غد عندنا مباراه ضد مصر بتكون وديه، شغال على الاشياء اخطاء سويناها يسووا مع الفريق المصري، وبعد نلعب على التاهل بطوله العالم على المركز الخامس ان شاء الله. مواجهه مصر في ربع النهائي على ارضها وسط جماهيرها، ويعني كمان يمكن المباراه دي مهمه جدا لانها مؤهله لكاس العالم، فعايز حضرتك تقول لي شايفها ازاي؟ والله للامانه مع فريق مصري من 3 فرق عالمي، لاعبين طراز عالميين، وكل معناتها انا بالفوز اللي عندي والفريق اللي عندي نعرف مباراه ديربي مصر الجزائر، بصح ما نحن نقاوم معهم ونكونوا صريحين، اني انا نعرف معناتها امكانيات فريقي وكل، ان شاء الله احنا نسوي مباراه تجريبيه كتصليح للمركز الخامس.